أنا اسمي طارق الخطيب، أخو الشهيد مصطفى الخطيب، استشهد يوم 28 يناير بطلقة في الجانب الأيسر، اخترقت القلب واستقرت في الرئة، وطلقة أخرى أسفل الرقبة. إحنا لينا مطالب، المطالب دي لا تتمثل في أي شيء له علاقة بالفلوس، الموضوع كله له علاقة بمين اللي عمل ده عشان يتحاسب على اللي عمله. ببساطة عشان أنا وأنت وناس تانية كتير قوي ما يحصل لها زي اللي حصل لمصطفى وحصل لغيره. مطالبنا جزء اتحقق منها زي تفريغ دواير، زي إن العدل يتم ضم قضيته لقضية حسني مبارك، دي بعض المطالب. ولكن أهم شيء اللي ما اتعملش لغاية دلوقتي هو تطهير الداخلية، أو تحديدا الضباط اللي عملوا اللي حصل ده. الضباط زي ما هم في أماكنهم وإن تغيرت قليلا، بياخدوا مرتبات عادي جدا، بيترقوا. ده معناه إن القائم على الموضوع الوزير الداخلية وغيره مؤمن، وده أنا فهمته من كلامي معاه، إن كل اللي حصل ده كان صح، وإن اللي ماتوا دول كانوا بلطجية، وده كان الطبيعي ورد فعل الطبيعي اللي كان لازم الداخلية تعمله. دورنا دلوقتي ومطلبنا تطهير الداخلية من الناس دي. رسالة للناس اللي قاعدة في البيوت كلها، اللي حصل ده هيحصل تاني وتالت لو فضلنا زي زمان قاعدين في بيوتنا. هننزل لما نلاقي ان في فساد، والفساد واضح في الداخلية لان هي زي ما هي ما اتغيرتش. عايزين ننزل عشان نقول للضباط دول لازم تتحاسبوا، وهم معروفين جدا لكل القائمين على الامر ده، ولكن زي ما قلت في الاول هم مش عايزين يعملوا ده. فاتمنى ان احنا نقف مع بعض تاني ونقوم من قعدة الكنبة ونتحرك مع بعض عشان نطهر الداخل، عشان نعيش محترمين بعد كده. لان لو ده ما حصلش تاني وتالت هنتضرب بالنار وهنتعذب، وهيبقى عندنا بدل الالف شهيد بعد ما المواضيع تهدى هيرجعوا لنا تاني بتوع الداخلية، هيبقى عندنا 5000 و10000 ويمكن الاعداد تزيد بطرق تانية مختلفة تماما عن اللي كان بيحصل قبل كده، لان الناس دي اتعلمت من اللي حصل قبل كده فهيتفادوا الاخطاء دي. فده وقتها ودي فرصتها، يعني استغلها ما يستغلهاش.